السريرة السريع السريع. بابا طالعوه انت طالعته انت رفقاته بابا رفقاته صار لك شيء؟ يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عقب من اول للسادس. لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على لبنان. يعني ما في محل تبعتون عليه. هنا هو خرجي ضاين أكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ما يلي نحن والشباب، سوينا بركي إنه مش أزال هون هي محاصرنا، إنه في عنا سبب. هلا. ظلم ياكل. بتعرف ياكل. لا يا احمد هذا كيف حضره زين طبعا بيك شيء يا احمد احمد اهدوا استهدوا بالرحمات انا خايف عليه دائما يعني ما عرفتش الشباب بس عندي اخوي احمد يعني كان مميز يموتوا قدام عيوني قلبي برتاح وبطمن لاني اذا هن بعاد عني واذا وحده منهم صلى شيء راح ابكي دم بصراحه يعني.